أحبائي طلبة الصف الثالث الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا مع بعض نفتح كتاب الله سبحانه وتعالى على سورة الشورى، نصحح آخر لوح من سورة الشورى من الآية 51 لآخر السورة الآية 53. يلا نفتح المصحف مع بعض وردد مع الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه علي حكيم. إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور. بنهاية سورة الشورى نكون خلصنا منهج الترم الثاني. ريت يا أحبابي نراجع ونحفظ ونردد الآيات ونعيد التسجيلات أكثر من مرة، وإن شاء الله نلقاكم في العام القادم. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.